تعهد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طاهر بالعريبي بتسليم 3000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، مناصفة بين مكتتبي عدل 2001 و2013، وهذا على هامش الزيارة التفقدية التي وقام بها بطلب من والي ولاية وهران للوقوف على بعض المشاريع المتأخرة كحصة 4000 وحدة سكنية بمسرغين. بعلام الإمام رصد التالي. الوزاره الوصيه واحنا ماشيين في هذا السياق انه نهايه السنه نسلم 300 وحده سكنيه 3000 وحده سكنيه، يعني راح نغطي مكتتبين 2001، يعني نطمن مكتتبين 2001 انه نهايه السنه 1500 سوسكريبتور راح يتسلموا السكنات نتاعهم، وراح تكون حصه تقريبا 1500 توجه الى اضيال.